دائما جمعية تحدي المساواة والمواطنة تناضل من أجل أن الأطفال تكونوا كامل الهوية، وخاصة أن الحق الهوية هو من الحقوق الأساسية اللي خصها تكون عند أي طفل، أي أنه خصو يكون عنده نسب وخصو يكون عنده الوثائق الإدارية من أجل أن تخولوا أنه يستفد من كل الحقوق الإنسانية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية. اليوم بطبيعة الحال لكانت دولة تنادي من أجل ترسيخ الحقوق الكاملة للإنسان، امرأة كانت أو رجل، كذلك الأطفال هم معنيين بالدرجة الأولى، وهذا ما نناضل عليه داخل مدونة الأسرة وكذلك داخل قوانين أخرى منها القانون الجنائي، وكذلك الإجراءات التي عليها أن تكون داخل قانون المسطرة الجنائية. لأن ما يمكنش اليوم نتكلموا على دستور متقدم ديال 2011 واللي تينص كذلك في الفصل 32 على أن ضروري أن الحقوق ديال الأطفال هي حقوق متساوية، وأن الأطفال هما متساوين داخل المغرب وداخل هذا البلد، وحنا تنتكلموا اليوم على أننا ما نتكلموش على هذا الحق الأساسي ديال الهوية، ديال إثبات النسب، ديال الخبرة الجينية اللي خاصها تكون مثبتة داخل قانون الأسرة المقبل، وتخاط بعين الاعتبار كذلك في أن الأب البيولوجي خصو يعطي الحق، يعطي البنوة لهذاك الوليد ولهذيك البنية. كذلك في الإجراءات ديال القانون المسطرة الجنائية عليها كذلك أن تكون إجراءات مبسطة، وإجراءات التي توضح بشكل واقعي وملموس هذا الحق اللي هو إنساني، وحق اللي غادي يحمي مجموعة ديال الأطفال، مجموعة ديال الأطفال اللي هما ما ممكنش نقولوا أقلال، هما كثار داخل هذا المجتمع، اللي باش يكونوا أطفال اللي هما رجال المستقبل، اللي هما أعمدة هذا البلد من أجل حق إنساني اللي خصو يتعطى لهم.